نرجع لكم مشاهدينا حماماتكم مع إيكو، واليوم موضوع كتير 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 مهضوم. بدنا نتعرف على قصص مهضومة عن الحيوانات. وشغلة قلتها الصبح، ما بعرف إذا كنتوا عم تسمعوني أو هلأ إذا انضميتوا إلنا، مثلاً عن البقرة، يعني إكزامبل من الإكزامبليت، البقرة بكل منطقة إلى مو شكل. إذا بسويسرا شو بيقولوا بالعربي، شو بتعمل اللهجة بتتغير. إذا بمرسي مثلاً يكون عندها لكنة، يمكن بباريس أكلاس، ما بعرف. إنه مش موضوع كتير مهضوم، مش نكتة، هيدا حقيقة ومثبتة علميا. يعني أنا تطبق على الكلاب وعلى البسينات وعلى العصافير، كتير بتطبق. يعني مثلا واحد بيكون عنده كنار، لما من كذا منطقة بغير صوتهم. وبس الأكثر شيء دراسات صاروا على البقر، لأنه هيك لاحظوا يعني من بعدها دراسات أنه حسب البقرة من وين جاية، بالذات البلد او حسب البلدين، المو تبعها مو تبعها بتتغير، فمهضومه الفكره. اوقات اطول اوقات اقصر، أو واللهجه كانه عندهم، يعني كيف نحن بلبنان لكني. مثلا في بيروت لنقول كسروان بشري، هيك الدارج النحوي وهيك، كثير بتفرق بالصوت. وهيدي طريقه كمان حسب هن كيف تعودوا اكيد البقر هيك. فهيدي هلا انا رح خبر بالاول اربع خبريات عن البقر، ونرجع نشوف بعدين فيديو عن غير حيوان. رح بس نشوف شغله، انه نحن بركة كلنا بنعرف عن البقر انه عندهم اربع معده، يعني نحن عندنا معده واحده، البقره عندها اربع معده. فهيدي واحده مثلا من الخبريات الرومين، صح، بيرجعوا بيطلعوا الاكلات، بيرجعوا بياكلون، بيرجعوا بيردون، صح، بيعملوا كثير قصص. ثاني شغله هيك كثير حبيتها، مع انه الصوره عكس اللي رح اقوله، فيك تخلي بقره تطلع درج، بس تقريبا مستحيل تخليها تنزل درج. وكمان ما بيعرفوا كثير ليه، لا الصوره كانت عكس اللي نحن عم نحكي. وكنا عم نحكي انا وياك عن اللهجه تبع اكيد صوت البقره، هيدي الشغله. هلا انا الشغله اللي بدي احكيها الرابعه عن البقره اللي كثير حبيتها، هو هيدي الصوره. وهيدي اللي رح خبرك الخبريه السفنية كمان مثبته علميا. البقر عندهم بيست فريندز، بتصدق؟ بي اف اف، بيست فريندز فور ايفر، 100%. الاولاد بيعملوها على الواتساب، صح. وعلى فالبقره عندها بيست فريند تبعها، يعني معروف اذا بيكونوا بقر عايشين سوا وبعدين بيسيحون عن بعض، بيصيروا عايشين غير مطرح، بتقدر يتراجع الحليب تبعها قديش بتعطي، وبتقدر تراجع كاليتي اللحمه، لانه عندهم بيست فريندز وبيكونوا بحبون وبيتاثروا اذا بعدون عنهم. وهيدي دراسات صارت على بقر، مش انه عم نالف تنحكي خبريه. هيدا شغله صايره كثير مهمه، غير عن البقره وجوزها وهيك. عندهم اصحاب، صح، وكثير بتاثر عليهم على الكاليتي تبع البقره. وهيدي اول شيء بيصيروا اصحاب، بعدين بيتجوزوا. هلا فيهم يصيروا هيك، لانه في يكونوا بقره وبقره، صعبه. بس انه بيكونوا يعني البقر بيتعلقوا بالبقر الثانيين، واذا فصلون عن بعضهم بصير بيتراجع، عم نحكي سيكولوجيكمون، بتاثر عليهم وعلى كل شيء بصير بعدين. هول خبريات البقر. هلا رح نشوف حيوان ونحضر فيديو كمان عنه، بس رح خبرك قبل الخبريه. هي اسمها السي اوتر، يلي او بالعربي ليك شو حلو. هون شو عم نشوف؟ هون عم نشوف حيوانين. شو هن؟ سي اوتر، هول بسمون كلب المي، لاقطين بعضهم اذا منتبهها بايديهم وعم بيسبحوا سوا. ليك شو مهضومين. هلا هيدي الخبريه ليش بيعملوها عندها سبب، لانه هم برجع بعدين فرجيك بالصور، بس ليك شو مهضومين. يعني بيقدروا يكونوا 30 واحد هيك مشنقلين بعدهم وعم بيسبحوا ورا بعض، مش مهضومين. ليه الخبريه هيك عنه رح كمان فرجيك الحيوان بالصور لنعرف عن شو عم نحكي. الخبريه هي انه هول الحيوانات بيعيشوا بالبحر وبقضوا معظم حياتهم بالبحر، يعني كل الوقت تقريبا، يعني حتى بيتجوزوا بالبحر، بربوا اولادهم بالبحر، بياكلوا بالبحر يعني، وبيقدروا يطلعوا لبرا، بس بفضلوا يعيشوا بالبحر. فالشغله اللي بتصير انه هول الحيوانات اوقات لانه بدهم عايشين وبناموا بالبحر، بخافوا انه يجي بحر قوي ويتفشهم، فلما بيعلقوا بعض بشنقلوا. هلا اذا بحطونا صور فجيك كيف سيكوريتي، ايه، وبتمنعهم انه يروحوا. مزبوط، رح بصيروا اتقل، صح، بصيروا اتقل. رح نشوف صور مشان نشوف كيف يعني. هلا بنطلع يعني عليهم. الفكره هي هون اول شيء كيف هن بيكونوا الحيوانات، هذا شكلهم هون كيف بشنقلوا بعضهم. ولما تكتر يعني بصير هيك المنظر، يعني بصيروا كلهم مشنقلين بعضهم عم بيسبحوا، بس كرمال اذا كانوا نايمين او هيك ما يخلوا. شو مهضومين مثل البلوش؟ مهضومين، ايه، كثير شكلهم حلو. هول اصلا بيعملوا منهم اوقات تياب وهيك قصص. هلا خبريه كمان عن غير حيوان، عن العصفور.
هيدي دراسه كمان جديده، نازا عملت دراسه انه اذا طلعوا العصافير معهم لفوق على القمر او حيال مطرح ما بيقدروا يعيشوا، لانه ما بيقدروا يبلعوا العصافير اذا ما كان في بوزونتير، يعني اذا ما كان في عند بوزونتير ما فيهم ياكلوا، مشان هيك العصافير ما فيها تعيش برات الارض يعني نحن عنا اياها لحد هلا. هلا رح نشوف خبريه عن الـ لما واحد بده يعرفوا مثلا اذا كان في كلب او بسينه او شو بيطلعوا عاده فوت برينتس او مثلا هيك بيقدروا يعرفوا اي كلب كان او هالاشياء كلها. اي نوع صح. هلا هيدا ما بيزبط على الكلاب دائما، لانه الكلاب في يكون عندهم قشرين تبعهم كثير قريبين، فتيميزوا كلب عن كلب اذا كنا عم نحكي بذات الاسباس بيطلعوا على المنخير تبعهم، لانه المنخور تبع الارز عنده كيف نحن عندنا بصمه على اليد، كل كلب لو كانوا من ذات الاسباس عنده بصمه على المنخار منا موجوده بالكلب الثاني. هيدي شغله كثير يعني بيستعملوها اوقات تيثبتوا اشياء مثل الانسان عنده بصمات بالايدين ذات الشيء بيطلعوا على المنخير لكن للكلاب اللي عندهم بس بتفكري انه البصمات بس عند لبرينس. اي هلا هلا بس شوفي هون عنا خبرية كمان كتير حلوة عن الإيدين، لأنه هون اللي عم نشوف نحن قدامنا هو الإيدين كوالا. إيه؟ الكوالا هو الوحيد مع الحيوان الوحيد مع الإنسان بيقدروا عنده بصمات إيدين، يعني طلع هون إذا كوالا عمل جريمة ولقيوا بصمات ما بيقدروا يعرفوا من البصمة إذا كان كوالا أو إنسان، لأنه عنده البصمات ذاتها مثل الإنسان. صح، هون مبين كثير على الصورة ما في إذا قشطتيها كيف حتى الزيح هيك مبينين. وبما إنه عم نحكي عن الكوالا ليك هيدي الصورة شو حلوة، عمل جريمة وبيقدروا يعرفوا أكيد من من البصمة تبعها. وانتد صار. وهون في شغلة مثلا عم نحكي عنه للكوالا، الكوالا بيقعد كل حياته ما بياكل ما بيشرب ما بيعمل شيء غير ياكل اوكاليبتوس، حتى ما بيشرب مي. هيدي الصورة اللي عم نشوفها هون عم يشربوه مي، لأنه هون كان صار في صار في حريق كثير كبير بهالمنطقة وكانوا ديزيدراتين الكوالا فشربون مي اضطروا، فهن كل حياتهم ما بيشربوا غير ما بياكلوا غير اوكاليبتوس. والكوالا حيوان تقريبا بنام 20 ساعة بالنهار، ما له جلدة حاله بضله نايم. ليك الصورة شو مهضومة، و يعني بس بياكل اوكاليبتوس بيرجع بنام. طلع بالك هيك تعبته. هلا ليك شو رح نشوف خبرية ثانية. بتعرفي نحن بنحكي ما في اذا عندك حدا بالعائلة فشلاوي او انا عندي بنتي فشلاوية، وعادة بفكر نحن انه بس الانسان بيخلق هيك. فكمان صار في دراسة على البسينات وعلى الكلاب. شو عم تحكي؟ نص الكلاب فشلاوية، نص البسينات فشلاوية. تخيلي شو حلو. كيف بنعرف؟ بيعرفوا في عدة طرق منهم. إذا بدهم ياكلوا بيستعملوا أي إيد أو أي إجر، لما بده يسلم عليك لما بتقول له يسلم عليك الكلب أي إيد بيستعمل. هاي فايف. إيه، وفي على ويب سايت إذا بتحطي بيعطوك الأسئلة لازم تعمليها لتعرفي إذا الكلب هيدا فشلاوي. إيه. تصوري إنه الفشلاوي مش بس موجود عند الإنسان. عند الإنسان. في كلاب فشلاوية، في بسينات. في بسينات فشلاوية، في بعدين رح نشوف غير حيوانات، حتى الدب فيكون فشلاوي كمان، وبس يعني عم نحكي بيستعمل هالإيد دائما إذا كان بده يعمل، لو في تيست معمولين ما ينعرف. هلا رح نشوف عن الخنزير، نحن بحس إنه الخنزير نحن ما كثير بنعرفه كثير منيح، يعني في كثير أشياء عنهم. فهيدي الصورة حبيت حتى لأنه الخنزير هو مش مهضوم كثير، الحيوان الوحيد بالعالم يلي يعني ما في يطلع على السماء. ما بيقدر يطلع طلوع، لأن ما عنده كو، ما عنده هون الرقبة، ما عنده ما بيقدر يطلع طلوع. هيدا حرام شو عم بيروح قصص ما بيشوف نجوم الدهر. على بركة إذا نام بالقلب بيطلع عليهم، بس هو ما في يطلع رأسه بينام على دهره يطلع على السماء. هيدي الشغلة ما كنت بعرفها. ولكن هيدي الخبرية الثانية، الحيوان الوحيد مع الإنسان عم بيطلع هلا. إيه بس ليك كيف هون، هو الحيوان الوحيد مع الإنسان يلي بيقدر يعمل برونزاج. إيه بس مش هيك، يعني ياكل صفقة بسبب الشمس، يعني بتغير البو تبعه لأنه قاعد بالشمس، يعني بصير برونزي. بصير برونزي. بلا ما ياكل جزر عم يقول لك شربي. مزبوط. دونك هيدي ولا حتى كريم على حاله ولا شيء. بعد خبريه كثير مهضومه الصوره. بعد خبريه عن الخنزير الاخيره. هون كمان نحن نشوف قديه ما بنعرفه للخنزير. عاده واحد اذا بيعرق كثير سوري على الكلمه رح نقولها بقوله ريحته مثل الخنزير او هيك. هون اللي بيقولوها ما بيعرفوا كثير منيح بالخنزير، لانه الخنزير هو كمان حيوان وحيد يلي ما عنده الجلاند سودوري بار اللي بخلوه يعرقه.
دونك الخنزير ما عنده يهون ما بيعرق الخنزير ما بيعرق واصلا هيدا الشيء مش منيح له لانه نحن بنعرق لما نكون تنقدر نعمل هن بيقولوا هيك لانه الخنزير بضل حد زباله وهيك لانه ما بنعرفه منيح ارتقلك شيء انا عملت وقت كنت الميستاج بفرنسا اول شغله علمناها الميثود ستاج انه الخنزير كثير 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 انظف من البقره لانه البقره بتاكل وبتعمل حاجاتها وكل شيء بزيت المطرح الخنزير كثير مرتب بيعمل كل شيء لوحده هيك بيعمل على القلاز 100% مش عم نمزح وزياده بيعمل بروزاج بيعمل بروزاج وزياده ما في يتطلع ما في يشوف نجوم الدهر وليك ليش بيلعب بالوحل هون تنشوف لانه له علاقه قبل كنا عم نحكي انه هو ما بيعرق لانه نحن لما بنعرق مش هون مشان الاوبراتور تبعنا ضل 37 درجه وهيدا هو لانه ما عنده هالجلاند ما بيعرق بيضطر يلعب بالوحل للوحل يكون مثل اكران لجسمه لانه هو ما بيقدر يعمل اذا تحت الشمس اذا تحت الشمس فبس مشان هيك يعني مش انه له علاقه بالجيه بيكون بيعمل كيوت كثير كيوت هلا الخبريه اللي من بعد سبحان هي الله كيف خلق القصص وكل واحد بيعرف يهتم بحاله يعني يدافع عن سبوه هيك مش حلو مش معقول هلا ما رح تحب الحيوان رح نحكي عنه مش هيك ما حطيت لك صورته حطيت لك انه مثل هيك صرصور عم نحكي عن صرصور ليك هون شو عامل اذا ملاحظه شيء مزبوط والكلمه هي انه الصرصور اذا واحد بالغلط دعسه او شال راسه عن جسمه ما بيموت بضله يقدر يداين لحد 9 ايام بس بيموت لانه ما بيقدر ياكل بس ما بيموت لانه واحد ضربه هيك تخيله يعني اذا راسه سبع ارواح يعني مش يعني بس نفسيني شوفي قديش هالحيوان ما بدنا نقول هلا انه هيك شيء بس حشره بيرفكت على شوي لانه في كثير عنه عن جد هلا هون رح تحبي كثير الخبريه لانها رومانتك يعني الخبريه اللي رح نحكيها هي عن نوع بنغوان ضيعت الصوره الحيه نوع بنغوان هول البنغوان معروف عنهم شغله انه هون ما في عم تشوفي شو عم بيصير بيروح هيدا البنغوان وبيلعب بنبش تيلاقي احلى حجره ولما يلاقي هالحجره بيروح بيعطيها للبنغوان رح نقول هيدا هي البروبوزل تبعهم هيك بيعملوا يعني البنغوان هيدا بروح بنبش على أجمل احلى حجره بالنسبه له وبيعطيها اياها اذا اخذته منه يعني قبل تتجوزه بس هو مشكله البنغوان الجنتو بنغوان يعني اللي معروفين الباتريك يعني عم نحكي عنه هيدي طريقتهم ليعملوا بروبوزل مش حلوه واو بنبش لها على شو بدهم بالبحمس ما بحمس محبس ما بي ما رح يفوت ما عنده مصروف بلا طعمه سي جولي حلوه مش مهضومه خبريتهم كيف عرفوا بناء اكيد في ناس بس بتعمل شغلتها هي تراقب البيهيفير تبع الحيوانات وبيعرفوا انه لما يصير هذه الشغله شو بيصير بعدين ربطوا الاشياء اكيد بعدين وفيها تقول لا فيها تقول لا البنغويني فيها تقول لا اصلا بعز بتذكر ان احنا عملنا مره عن بيرد اوف بارادايس حلقه وشفنا صح. كيف بيعملوا مشان يقدر يطلب ايد على صح. لمرته تو بي لان فيها تقول لا هلا رح نشوف خبريات عن الدوفان عن الدلفين كمان هو في كثير اساس بس نقيت انا اثنين مهضومين هون عم نشوف دوفان فاتح عين واحدة اذا منتبهها يلي هي على ميلتنا لانه الدوفان هو والبلان هن الحيوانات الوحيدين تقريبا مش شايفين العين الثانيه رح اقول لك ليه لانه بيقدر ينام من ميله ويخلي الثانيه مفتوحه ولانه البرين تبعه بيغمز يعني ايه يعني يضل يراقب هو نايم لانه نحن بنفكر انه الدوفان كثير اوادم هن الدوفان معروف عنهم انهم زعران وبيكونوا جانكسترز وكل شيء معروف كيف بيعملوا فبخاف على حاله اكيد هو ونايم بيترك البرين تبعه الدماغ بخلي انه يقدر يفتح عين ويخلي العين الثانيه نايمه هذا اللي هو يعني هو الحيوانات القليل كثير اللي بيقدر يعملوها والشغله الثانيه اللي كثير مهضومه عند البنغوان وهيدي كمان حسب دراسات بيعيطوا لبعضهم بعندهم اسامي يعني هو كل دوفان كيف بيعيط مش يعني الدوفان الثاني اللي معه حسب ساوند ثاني اثبتوا يعني العلماء انه هذا الشيء يعني بيعيط له باسمه يعني لما يطلع هذا الصوت يعني بيعيط لهذا الدوفان مش لهذا هيدي شغله كثير موجوده عند الدوفان رح نضلنا بالبحر ما حبيتيون الخبريات بلا كثير مهضومين رح نحكي عن حيوان تعلمت شي 10 قصص ما كنت بعرفهم عم نجرب هلا نقولهم هيك شوي بسرعه بس هن اذا بعد بفكر فيهم يعني اشي عن جد هيك مميز عن كل حيوان رح نحكي عن الدوفان عن البالان بلو اللي هي دائما بتصور حكينا عنها شي مرتين بس لانه كثير الخبريه حلوه بين كل مخلوقات العالم يلي انوجدوا يلي انقرضوا ديناصور ومش ديناصور هي اكبر شيء على وجه الارض اجا يعني بيقدر يكون تقله 30 بيقدر يكون طوله 30 متر وتقله 170 طن يعني شوفي شو عم نحكي فهون حبيت حتى الصوره لنشوف انه ليك الاليفون قديش هو بالنسبه لها او اذا بتطلعي هون تتشوفي الكبر للديناصور او الفيل هلا انا مش هول في كثير منهم في كثير بعد منهم وهي حيوان جدا مسالم يعني بس
انا هلا لما انكردت في عده اسباب لانه تغيير مناخي نسبها و... وين بنلاقيهم؟ بكثير مطارح خاصه قبال اليابان وهيك في كثير منهم، بس انا مش هول خبرتين بدي اخبركم اياهم عنهم، نقيت خبرتين ثانيين. اول شغله عن قلبها لعجل تنقولهم، القلب تبعها لوحده هو 700 كيلو تقريبا اكبر من سياره، واذا شوف القلب اذا بنحطه قديش الولاد فيهم يلعبوا جوا شوف قديش كبير، ولسانة لهيدا البلان لسانة لوحده هو اكبر واتقل اكبر واتقل من فيل. من فيل تخيلي يعني قديش عم نحكي على شيء كثير كبير عن هيدا يعني هيدا البلان يعني الموجود. حبيتونا خبريتنا؟ كثير مهضومين، عندك خبريات؟ عنا بعد شي 30 وحده يعني لازم نعمل حلقه لازم نعمل حلقه ثانيه نكون سوا نقلها راد. مش امتى رح تكون على الهواء انت؟ نهار السبت؟ السبت انا ما رح اكون بنترك متى تعمل؟ جمعتي اللي بعدها جمعة الثانيين اذا بدك الثانيين من الثانيين 26 انا رح اكون. اوكي اوكي ثانك يو مارك، هاف ا نايس داي. مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.